يصير في توافق أولويات المصالحة، ما يكون في ترشق إعلامي، صح ولا لا؟ صحيح سياسيا. طب صحيح. اطلع شوفهم على التلفزيونات بيردحوا لبعض، طب كيف بدي انا اهيئ جوله للمصالحه؟ أنا لست واهما بتحقيق المصالحه في امل قريب، ولا انا ولا الشعب. انا بقول لك، وانا يمكن اذا بترجع لمقابلاتي من سنه 2007 و2008 و2009 كان موقفي انه ذلك لن يتحقق ما لم تؤمن حماس اولا بمبدا الشراكه مع الاخرين، وليس مبدا انها هي الحق والاخرين الباطل. عليها ان تؤمن انه هي على حق وغيرها قد يكون على حق. شوف انا يعني في اغلاط، انا بحكي وجهه نظر شعبيه، في اغلاط من الطرفين، ليش بدنا نحط في اخطاء في الممارسات، لكن مش الممارسات هي المشكله على فكره، ليست الممارسات اليوميه ولا التراشق الاعلامي هو السبب. السبب قناعتنا بمشروع مشترك، الأساس هل هي موجوده؟ الأساس صحيح. موجوده مش موجود؟ اذا طيب. قناعتنا اذا احنا مقتنعين اننا نعيش مع بعض في هذا البلد، بدنا نعيش مع بعض، في النهاية بدنا نحط أساس مشترك للحياة. الأساس اللي أنا لساته في ظل غياب هذا الأساس المشترك، يعني قناعتي بأن لازم أعيش أنا وياك، وأنا وياك كمان لازم نحكم مع بعض ونتشارك في كل شيء. إذا لم نقتنع بذلك أعتقد أنه لن نتصالح. هذا التراشق الإعلامي، هذه مبتدعات نبتدعها من أجل إبعاد كل ما قرب، من أجل إبعاد الانقسام، وبالتالي نسميها الردح.